لو سمحت بدي أسألك عن اللي بتأخر بصلاة الفجر، يعني بصحى بيكون مثلا هلأ 6:06، نعم بتكون الشمس شفق هيك أحمر، ايه كيف بتكون الواحد الشمس طالعة مو بيقضي شفق ولا أحمر، بيصلي؟ بتكون الشمس طالعة طالع يعني مش طالعة هي، بس إنه ها خلص الفجر. طرفها شي طالع. أوكي، يعني هلأ بصلي الواحد ايه قضى بتقضي على الصلاة، طول؟ ايه بتقضيها طبعا، اول ما تستيقظي من نام عن صلاة او نسيها فليصليها حينما يتذكرها، خلاص انتهى الموضوع، اول ما تقومي تتوضين وتصلين الفجر. بس أنا كأن شو كأنك؟ نعم قبل هيك قالوا لي إنه بتستنى ربع ساعة أو نص ساعة لما تشرق الشمس منيح وبعدين بتصلي اختي بتقضي. اختي طول بعمرك، بتصلي على طول وقت الصلاة في اول ما تستيقظي، انت فاتتك صلاة الفجر نوما والشمس نعم كادت ان تشرق، علمتي؟ فتتوضي وبتصلي، علمتي؟ على طول. الله يطول طبعا، الله يطول بعمرك. نعم.